السلام عليكم. حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين العلمة وبئر العرش اتجاه سطيف. الحادث نتج عن اصطدام سيارة سياحية كان على متنها 4 شبان وبشاحنتين، وأسفر الحادث وللأسف عن وفاة شخصين رحمهما الله وإصابة شخصين آخرين بجروح. المتوفين هما الشابين خليفة بغدوش ياسر وخليفة بغدوش أنيس رحمهما الله، وألهم ذويهما جميل الصبر والسوان.